من جديد متواصلين معاكم ويوم تاريخي نادي الاهلي الاقصر، ومعانا يعني احد افراد اللي حققوا هذا الانجاز، دكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الف مبروك، يعني عضو جديد بينضم لعائله الاهلي، واعتقد مجلس اداره فعلا بروح الفانله الحمراء. حقيقي ده فعلا، وده مستمرين عليه ان شاء الله دايما. الف مبروك لينا كلنا، لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي والاسره النادي الاهلي اللي كبرت وبتزيد ان شاء الله كل يوم. يعني جمهور النادي الاهلي خلاص ما بقاش عنده حدود للطموح، اللي جاي ايه ان شاء الله؟ وتوعدوا جمهور النادي الاهلي بايه واعضاء النادي الاهلي هنا في الاقصر؟ اللي جاي دايما ان شاء الله مزيد من النجاحات، طالما في ناس كتيره قلبها فعلا على النادي وبتفكر في المستقبل. زي ما حضرتك شفت المشروعات كلها اللي بتحصل الايام دي او اللي بتفتتح الايام دي، مش مشروعات هنستفيد بيها النهارده بس، ولكن بعد سنوات وسنوات وسنوات. معناها ان كل واحد فعلا قلبه على استمراريه ونجاح النادي الاهلي على المدى الطويل. شراكة الأهلي وشركة وطنية عملاقة استادات والوحدة الاقتصادية ورؤية 2045 إن شاء الله نستنى منها إيه في الفترة الجاية؟ نستنى منها طفرة جديدة في الرياضة المصرية، لأن النادي الأهلي ركن من أركان الرياضة المصرية الأساسي اللي دايما بيحصل التطوير جوه النادي، وبعدين يحصل زي تشعب في بقية المجتمع. دايما النادي الأهلي هو القدوة. دخول الاستثمار بهذه القوة والاقتصاد بهذه القوة في تنمية الرياضة، مش بس الأندية الرياضية ولكن مراكز الشباب واجتماعيا، وأنك تكون في موجود في كل الأنحاء. يعني إحنا النهاردة دلوقتي في طيبة في الصعيد، إنك تقدر توفر الخدمات دي لأهل النادي الأهلي وأهلنا وأسرتنا في كل حتة، دي حاجة الحقيقة أهم من العوائد اللي ممكن توصل لنا استثماريا. شكرا يا فندم، نتمنى لكم دوام التوفيق يا رب. كابتن هيثم ساره، مستمرين في تغطيتنا الخاصه والحصريه، والف مبروك لكل المصريين وجمهور النادي الاهلي. عائله الاهلي بتكبر وبتزيد، ومجلس اداره بروح الفانله الحمراء.